رئيس الجمهورية كذلك توقف عند شخصيات سياسية لتلقي التهاني، بداية بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائري عمر تكجوت، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، ورئيس حركة النهضة محمد دويبي، ورئيس حزب الشعب لمين عصماني، ورئيس الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، ورئيس حزب الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام.